وللمزيد حول الأوضاع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية الدكتور مازن العقيلي. دكتور مازن، مرحبا بك. بداية، التصعيد مستمر. مساء الخير. أهلا ومرحبا بك. أهلا دكتور. التصعيد مستمر والمعارك على مختلف الجبهات، برأيك إلى أين تتجه المنطقة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن؟ أخي الكريم، المنطقة تتجه إلى مزيد من التصعيد، مزيد من الحرب، مزيد من توسيع الصراع بقواعد أو بخطوات منتظمة من قبل إسرائيل والدول الغربية ودعم غربي منقطع النظير. نرى بأن الضمير الغربي العالمي اختفى في موضوع قتل المدنيين، قتل الأبرياء، استهداف اللاجئين، استهداف الأطفال، النساء، العزل في غزة وفي الضفة الغربية وفي جنوب لبنان وفي كل مناطق من منطقة الشرق الأوسط التي تطولها يد إسرائيل. إسرائيل الآن تمردت على المجتمع الدولي، ضربت بعض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، استهدفت قوات حفظ السلام الدولي في جنوب لبنان، وبرغم من هذه قوات حفظ السلام، قوات حفظ السلام هي تابعة لبعض الدول الأوروبية أو خلنا نقول مواطنين للدول الأوروبية، استهدفت الإيطاليين وغيرهم، لأن إسرائيل الآن خرجت حقيقة من العقلانية اتخاذ القرار والمنطق إلى دائرة الصراع المنفرد واستخدام القوة المفرطة بطريقة جنونية وبطريقة وحشية، نظرا لعدم قدرة نتنياهو لتحقيق أهدافه الحقيقية في المنطقة، وهو لجأ إلى ضرب كل الحواضن التي يمكن أن تتحدث عنها، حواضن إنسانية أو حواضن اقتصادية أو اجتماعية تخص الفلسطينيين، وبالذات يعني محاولة إجبار الفلسطينيين للتهجير من جديد. عودة فكرة التهجير من غزة هي عادت إلى الواجهة من خلال غصب الأماكن التي يجب أن تكون مأكل إيواء للفلسطينيين في غزة، الآن أصبح على مكان في غزة. طيب دكتور مازن، يعني قلت في البداية بأنك تتوقع أن يتوسع التصعيد ويستمر، هل هذا يعني أننا ابتعدنا كثيرا عن الهدنة ووقف إطلاق النار، أم ربما سيعود كسيناريو مطروح؟ هو الهدنة حل الطرق الدبلوماسية، يعني نتنياهو منذ بدء الأزمة هو يرفض هذا المسار، هو يحاول أن يستخدم القوة واستخدام العنف بكافة أشكاله، ولا يذعن بأي شكل من الأشكال أو تسويف الصراع أو استخدام الصراع أو استخدام الدبلوماسية كأحد أدوات تنفيذ الأجندة العسكرية الموجودة في المنطقة. هو لا يرغب بأن يكون هناك حل دبلوماسي، لا يرغب بأن يكون هناك نهاية لهذا الصراع، لا يرغب بأن يكون هناك فرض قيود جديدة، بأن الردع الذي كانت تتغنى فيه إسرائيل تم تهشيمه وتدميره بشكل أو بآخر. نتنياهو يحاول أن يعيد حيبة الردع من خلال قصف كافة المجالات التي يمكن أن يقصفها بطريقة وحشية وهمجية، ويعاقب كل من يفكر في لحظة زمنية معينة أن يقف في وجه إسرائيل. ما لاحظناه امبارح من هجوم من جنوب لبنان على القاعدة العسكرية في شمال إسرائيل هو جزء من عملية هي إلغاء فكرة الردع الإسرائيلي التي تمكن أو خلينا نقول ساهمت في إعادة هيبة إسرائيل في المنطقة بشكل أو بآخر. الآن إسرائيل، القواعد العسكرية الإسرائيلية أصبحت مستهدفة من قبل المسيرات اللبنانية، إذا الآن الصراع أصبح مفتوح بشكل أو بآخر في المنطقة، وأنا لا أرى بأن هناك حل دبلوماسي في الوقت الحاضر وبالذات قبل الانتخابات الأمريكية القادمة، أن يكون هناك في قدرة على الأمريكان أن يفرضوا بعض الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى حل دبلوماسي. نعم. في الوقت الراهن أنا أرى ذلك بأنه هذا الحل الدبلوماسي. نعم دكتور. مؤجل ما بعد بعد الانتخابات. نعم أشكرك دكتور مازن العقيلي أستاذ العلوم السياسية على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا جزيلا لك.